اهم اخبارنا الموجوده معانا ونبدا بانفراد النهارده. امبارح قلنا لكم انفراد الخطاب اللي وصل الاتحاد المصري لكرة القدم من نادي الزمالك والخاص بطلب 350 ألف دولار اللي وصلوا من الاتحاد الإفريقي والخاصين بمكافأة الصعود لدور الثمانية، وانفردنا معاكم بأن الخطاب وصل وكمان الرد، يعني الرد الجامد جدا اللي أنا انفردت بيه قبل ما يصل نادي الزمالك من الشؤون القانونيه في الاتحاد، ان يا جماعه ما لكمش عندنا فلوس، انتوا عنده في اتفاق موقع من مدير الاداره الماليه ان لما تسددوا ديونكم ابوا تكلموا على اي فلوس جديده جدا جدا جدا، اتقفل هذا الباب وما لكمش فلوس، يلا امشي بره الا انت وهو وانت عليك 16 مليون جنيه لسه ديون، وكل الانديه سددت ديونها وكل الانديه سددت ديونها ما عدا انت يا مرتضى منصور. وهنا لما بتكلم بقول ما عدا انت يا مرتضى منصور، عايز اقف دقيقه عند اخ عزيز جدا، الاخ المحترم مش عارف اقول اسمه او ما اقولش، لكن انا اقول انا جات لي رساله بالامس على تليفوني من حد يعني لما كلمته راجل طلع وقور ومحترم وفاضل اسمه محمد حمدي، اتكلم معايا قال لي يا كابتن عبد الناصر بشكرك على اتصالك. قلت له انا على فكره نادرا لما برد على تليفونات ما بعرفك، ولكن لما بعت لي رساله يعني لما حد يبعت لي رساله بحس ان هو يعني مهتم او عنده مشكله او حاجه، فيهمني ان انا يعني زي بره الهواء ابقى جوه الهواء. فكلمت الاستاذ محمد حمدي فقال لي انا زملكاوي ليا 25 30 سنه ومعجون بالزمالك، كنت بتهاجم دايما الجماهير الزمالك ونادي الزمالك. اتكلمنا فترة طويلة في المكالمة، نهايتها اني انا عايز اقول حاجة مهمة جدا وابدأها بجرأة للاخ محمد حمدي وكل زملكاوي اصيل جدع زيه. يا جماعة انا بعتذر اعتذار شديد جدا 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 لكل زملكاوي فهم معركتي من اجل نادي الزمالك انها ضد نادي الزمالك. اقول تاني، انا بعتذر لكل زملكاوي وكل حد محترم زملكاوي اصيل اذا فهم معركتي من اجل نادي الزمالك انها ضد نادي الزمالك. انا افصل تماما ما بين الزمالك وجماهيره وما بين مشاكل ادارته، ولعلكم تتفقون معي هو دلوقتي لما اجي اقول انفراد زي الخطاب اللي راح اتحاد الكوره ده، انا بتكلم بنتقد اداره ولا بتكلم عن الزمالك؟ انا بفصل تماما. انت النهارده كاداره، ده مثل كاداره، رحت بعت المدير المالي بتاعك مضى وقال يا جماعه جدول الديون بتاعتي واي فلوس تجيلكم من الاتحاد الافريقي او تجيلكم من اي مكان اخصموها لغايه ما تخلصوا الديون اللي عليا، ده مين اللي عمل كده؟ مرتضى منصور. وبعت المدير بتاعه مضى كده، هل ينفع انه يبعت جواب امبارح موقع من الشؤون القانونيه عنده بيقول ادوني 350 الف جنيه لان انا عندي كذا وكذا وكذا وكذا؟ راحوا اتصلوا بيه وادوا له على قفاه وقالوا له انت عندك اتفاق مسبق والورقه اهي، ومضى عليها المدير المالي بيقول لازم تسدد ديونك اول ولك فلوس عندنا لغايه ما تسدد ديونك ال 16 مليون جنيه اللي متبقي على مرتضى منصور. انا لما اجي اقول وقعه زي كده ايه علاقه الزمالك بيها؟ هل الزمالك اللي لم منه مرتضى 3 مليار 400 مليون لذنب ان يبقى عليه 16 17 مليون جنيه ديون في اتحاد الكوره؟ هل الزمالك الكيان العظيم هو اللي بعت مدير مالي يمضي ويقول اخصموا مني وفي الاخر عايز يلحس كلامه؟ الزمالك طول حياته الكيان العظيم الشامخ بجماهيره اللي صنعوا مجده وصنعوا امجاده. الزمالك حاجه وجماهيره حاجه والاداره اللي فيه دي حاجه تانيه. انا وانتم متفقين على ان مرتضى خاطف الزمالك. اذا كان في حد نبص المرتضى بصه مختلفه بعد السوبر الافريقي والسوبر المحلي وبعد الفوز على الترجي والفوز على الاهلي ان مرتضى عمل انجاز يبقى غلطان، يبقى بيضحك عليا. مرتضى دمر نادي الزمالك. انا مبدئي ما اتغيرش، انا من اول دقيقه نجح مرتضى قلت له انت مش رئيس نادي الزمالك، انت واخد الزمالك للمجهول. انا بحافظ على الزمالك باللي انا بعمله
وبنتقد كل الأندية على حد سواء، ولكن إذا كانت الناس بتهتم بكلامي الخاص بالزمالك، أنا ليا دلوقتي معاكم في اللايف ساعة وربع، الساعة وربع كلهم بنتكلم عن كرة القدم المصرية وعن كورونا. أهو لسه دلوقتي بريد أتكلم عن الزمالك من 5 دقايق، أنا ما بطلعك أتكلم عن الزمالك ساعتين ثلاثة، ولا بقعد أتكلم لايف 700 ساعة، أنا بتكلم عن الزمالك زيه زي أي نادي شعبي. ولكن في إدارة فاشلة مليانة مشاكل، مال الزمالك بهذه الإدارة الفاشلة؟ قصة العمال على سبيل المثال، هل الزمالك اللي طول حياته بيحتضن أبنائه وبيلم عياله وصل لحد إنه ياكل عياله؟ مال الزمالك ومال ده؟ فأنا بعتذر للمرة المليون إذا كان فهم كلامي من أجل الدفاع على نادي الزمالك أو حرف إنه حرب مني ضد الزمالك وجماهيره. هذا لا يحدث مني بالمرة بتة البتة. لا يمكن جزمة كل واحد زملكاوي فوق دماغي زي جزمة كل واحد أهلاوي فوق دماغي زي جزمة كل واحد إسماعيلاوي فوق دماغي زي جزمة كل واحد بورسعيداوي فوق دماغي زي جزمة كل واحد اتحاداوي فوق دماغي واسكندراني فوق دماغي. إحنا ما بيش غير الأندية الشعبية الخمسة اللي إحنا بندافع عنها، ولكن الإعلام أعمى وأبكم وأصم، ما بيتكلمش غير على اللي مزاج اللي شغالين، ما فيش حد بيقول كلمة الحق عشان ينقذ الحال المايل. الزمالك حاجة والإدارة دي حاجة تانية خالص. أستاذ مجدي حسن علي، مساء الفل يا أستاذ مجدي. فأتمنى يكون اعتذاري وصل للأستاذ محمد حمدي على الهوى علانية، ولكل واحد زملكاوي فهمني غلط، وأنا هستشهد بيكم أنتوا. قول لي حضرتك، أنا لما أقول انفراد الخطاب اللي راح لاتحاد الكورة ماله ومال ان انا بهد في الزمالك؟ ايه اللي فيه هد في الزمالك ده يا جماعه؟ ده كلام ماجور وكلام مدسوس وكلام لا اساس له من الصحه. اوعوا تتغروا، البطولتين دول جابهم لعيبه الزمالك اللي ما خدوش مستحقاتهم، الجمهور العظيم مرتضى ملوش يد فيهم. اوعوا تغيروا مبدأكم وخليكم على العهد باقين. بعت امبارح جواب ممضي من الشؤون القانونية، قال لهم ادوني 350,000 دولار على قفاء على طول، امشي يلا لما تسدد اللي عليك. انت مديون يا مرتضى مش الزمالك، لان الزمالك قبله ما كانش مديون لاتحاد الكورة. انت مديون يا مرتضى لاتحاد الكورة ب 16 مليون او اكتر، لما تسددهم زي ما انت ماضي اهلا وسهلا، لما تسددهم اهلا وسهلا. ده اللي حصل، ده انفراد من العيار الثقيل فيش حد عارفه في مصر. عشان كده هو طلع من اتحاد الكوره بعت الجواب طبعا، ولما عرف ان مفيش امل راح عمل ايه؟ راح بعت ايه؟ راح رمى الهلب عند الوزير. فاكرين لما انفردت معاكم وقلت لكم راح للوزير بيقول له اديني سلفه 80 مليون جنيه؟ قال له اجيب لك منين؟ انت عايز تحبسني وتمشيني من الوزاره؟ ما اقدرش ادي لك المبلغ ده واديه لك منين؟ ده صندوق التمويل الاهلي ده بتاع الغلابه وبتاع مراكز الشباب. امبارح الوزير اداله 5 مليون جنيه، انفراد اهو. الوزير اداله 5 مليون جنيه، تعرف على قصة الخمسة مليون جنيه من العبد لله عبد الناصر زيدان. معلومة جات لي من مكتب مرتضى منصور، من مكتب مرتضى منصور، وزيدكم من الشعر بيت. واللي قال لي المعلومة كان قاعد هو ومرتضى وحد تالت، ومرتضى قال لهم ايه؟ الوزير اهو زي الخاتم في صباعي، قال لي ما اقدرش اديك الـ80، قلت له اديني اللي تقدر عليه، انا اديك 5، لازم يديني بدل انا اقول له يبقى انا بأمره. انا الوزير الفعلي للرياضه مش اشرف صبحي، قالها قدام الناس، قالها قدام الناس، قال لهم الوزير شغال عندي. والا عايز افهم انا ليه يا معالي الوزير بتسمح لمرتضى انه يعمل في حضرتك كده ويقول للناس كده؟ طب ليه انت ما اعلنتش من خلال مكتبك الاعلام انك انت دعمت الزمالك بخمسة مليون جنيه؟ بدل ما مرتضى خد منك الفلوس وفضحك، بدل ما مرتضى خد منك الفلوس وفضحك، ليه انت حضرتك ما اعلنتش انك انت؟ طب ما انت بتطلع بيانات صحفيه، وزير الشباب والرياضه يدعم انديه كذا وكذا، مراكز الشباب كذا، اشمعنى الزمالك كل ما تديله تديله في السر؟ اديتهم قبل كده 5 وشويه وحصل عليهم مشكلة؟ على فكرة والخمسة مليون دول مرتضى قال اتحولوا على حساب الزمالك في البنك،
وده بيثبت صحة بيان الأستاذ ممدوح عباس اللي قال مفيش حساب محجوز عليه وإن كل الحسابات مفتوحة على مصراعيها وكل اللي بيقوله مرتضى كذب. وعندي رقم الحساب يا أستاذ محمد بس مش هقوله. وعندي صورة الشيك وجياني من مكتب مرتضى منصور، ومرتضى منصور قال علانية للي قاعدين معاه لو عنده أكتر من الخمسة كان اداني، قال لي أقعد أسرسب لك كل شوية خمسة. قال لي أقعد أسرسب لك كل شوية خمسة. دي قصة الخمسة مليون اللي الناس في كورونا في مراكز الشباب عندنا في الصعيد ما لقياش لغاية دلوقتي اتجابه المرض ازاي في مراكز الشباب، وما عندهمش رؤية ولا فكرة وقفلوا المراكز. اللي طلعوا من عاصفة التنين والأمطار الملاعب بايظة والوزير قال ما عندك فلوس اعمل لها صيانة. الريس في حتة يا جماعة، والحكومة الحكومة من أفضل الحكومات اللي شفتها بتتعامل مع الأزمات في حياتي وأنا عندي 50 سنة. ولكن أشرف صبحي وحده في موال آخر لا يعني غير إنه يقول نعم حاضر لمرتضى منصور، بتديله 5 مليون يا معالي الوزير وتخليه يفضحك قدام الناس والخبر جاي من مكتبه وأنت مخبيه واتفضحت وما رضيش يقبض العمال الغلابة. تمدام شهيرة مديرة الشؤون اللي هي بتاعت الشؤون المالية دخلت له امبارح بتقول له النادي فيه فلوس من فلوس المحلات اللي باعها، قاعد يبيع في النادي للبنك الاهلي وبنك مصر. قال لها مش هقبض حد، هو مال ابوكي والنهارده تديله 5 مليون جنيه؟ والنهارده تديله 5 مليون جنيه؟ حضرتك تديله 5 مليون؟ طب اديله 5 مليون جنيه وقول له شرط اقبض العمال. طب دخل العمال النادي، يعني انت والزمن على العمال. يعني الست امبارح اللي كلمتني دي اللي انا مش عارف اسمها اللي النهارده شرد الدنيا كان عايز يعرفها فين، ما شغلك في نادي الزمالك يا مرتضى، ما شغلك في نادي الزمالك، يعني ما شغلك في نادي الزمالك. وانا عزيدك من الشعر بيت، وانا عزيدك من الشعر بيت. بص اسمع معايا عشان تعرف بس الخبر فضح بيه الوزير ازاي. مرتضى يفضح أشرف صبحي ويقول اداني 5 مليون وكل شوية هيديني 5 مليون وده اللي هيقدر عليه وما يقدرش يقول لي لا في حاجة ومش هيعمل حاجة للعمال والموظفين. اهو اهو من جوه مكتبك